شهدت صحة صناع السعادة بمدينة بدر إقامة وتنظيم صلاة عيد الفطر المبارك. شارك في الصلاة من 40 إلى 45 ألف مصل إلى جانب احتفالات ومهرجانات كبرى احتفالا بهذه المناسبة. بساحة صناع السعادة بمدينة بدر أدى المصريون صلاة عيد الفطر المبارك وسط حالة من السعادة والبهجة، معبرين عن فرحتهم وامتنانهم لله أن بلغهم هذا اليوم المبارك بالتهليل والتكبير. عيد سعيد علينا كلنا وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير. احنا الحمد لله دي تالت أو رابع احتفالية نعملها هنا. الحمد لله كرنفال كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين. دي الساحة اللي تم افتتاح مشروع السيد الرئيس للإسكان الاجتماعي. المنطقة اللي احنا كنا واقفين فيها ديت كانت منطقة صحراء من 5 6 سنين بالظبط. النهاردة الحمد لله احنا مستهدفين النهاردة أكتر من 45 ألف مصلي. العيد يعني تبقى فرحة وبهجة مع الأسرة، بنصلي العيد بعد كده بقى بنزور الوالد والوالدة وبنقابل كل الأحباب والجيران والصحاب، يعني كل سنة طيبين. يعني تبدأ الاحتفالات في الشوارع المصرية بعد صلاة العيد، حيث يتبادل المصلون التهاني ويعم السرور في كل مكان، كما يقوم البعض بزيارة الأقارب والأصدقاء. كل سنة وانتم طيبين، نعود عليكم الأيام بخير. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فرحة للأطفال وفرحة للكبار بصراحة، وحاجة كويسة جدا. بنشكر كل الناس المسؤولة اللي عملوا الحاجة الكويسة دي، بجد حاجة محترمة جدا. ويا رب دايما كده في كل عيد فرحانين كلنا، شاكرين كل سنه طيبين. العيد جميل جدا جدا هنا في بدر طبعا، والتجمع الحلو، ونشكر كل القائمين على التنظيم. وكل سنه وسياده الرئيس بخير ومصر كلها بخير ان شاء الله. تعد صلاه العيد من اهم المناسبات الدينيه، حيث يجتمع فيها المسلمون للاحتفال بانتهاء شهر رمضان وبدايه عيد الفطر المبارك. بالتهليل والتكبير احتشد ملايين المصريين في كل محافظات مصر لاداء صلاه عيد الفطر المبارك، في مشهد يؤكد على قوة ومتانة وتلاحم أبناء هذا الوطن الواحد. وكل عام وأنتم بخير. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.